طبعا هاي انا عندي هوندا، اوكي الحلو هذا بلاستيك، اغسلها غسل بالصوانه انظفها. وثاني شيء الحلو بيها لان انا الاولاد يساعدوني يقصون الحشيش، من كان عمرهم 10 سنوات يقصون. هاي من هنا تقدر السرعه تعليها وتنصيها زين، تتحكم بيها حتى ما تروح بسرعه. والثاني شيء مو اكو قسم مكان انت تدفعها، لا هاي بس تدوس هي تمشي. يسويها على القياس مالته شنو ينزلها، اذا هو صغير ويريد انا اولادي يقصون الحشيش. هاي كلش حلوه، صار لها عندي تقريبا 5 سنوات ماكو بس بنزين. اذا تشوفون هذا الفيديو بالفيسبوك الرابط مالتها موجود باول تعليق، واذا تشوفون هذا الفيديو بالانستغرام بس علقوا رابط وادزلكم اياه.